مرحبا بكم في حصة جديدة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. العسل منون أكني ضعفو الفم يثدو التجديد عرساني ولي بوكني ون أوكي لكن مبروشي وقف لا راديو لا راديو تي السناف أمن تسات ولاش أمن تسات ولاش السناف غير ونا صوار نعم الراديو تي السناف أمن تسات ولاش السناف أمن طاف صفا سعيد لا باس الحمد لله يشين لا لونغ ماترنال نحس روحي أليز كي نهضر بالقبطيلية Ah oui? Oui, super à l'aise. Super à l'aise? Oui. Parce que c'est... Là, il n'y a pas de... C'est vrai. Non, moi... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est bon? Je n'ai pas de... Oui, bien. C'est une facilité. Comme on l'a dit, voilà. العسلامة نون في كل تنيا ظن مرحبا بكم هذا لا يعني أنني لا أحب أن أتكلم باللغة العربية داكور لأنني أيضا أتقن الكلام باللغة العربية لا أتقنها جيدا جدا جيد جدا ماشي جيدا جدا جيد جدا ولكنني أتكلم اللغة العربية يعني والحمد لله شك تشوف فيها هكذا اليوم عندنا وصفة فيرميسيل بالخضروات واللحم هكا وهو كذلك وهو كذلك نعم هيا هيا نسيو ديجا نسيو نهضروا ما نستعملوش اللغه الاجنبيه في الكلام تاعنا هذا شفت انا واحد الروبورتاج خرجوا برا هكذا واحد لي جورناليست كاع حكموا ان جروب دو جون يعني مغاشي قالوا لهم اعطيونا جمله بالعربيه الفصحى بلا ما تستعمل اللغه الاجنبيه بلا ما تدخل يعني كلمه زعما تاع الشارع ولا كلمه العاميه اللي يستعملوها واحد فيهم ما نجح واحد فيهم كاع يزلقوا اللغه العاميه ما تقدرش محال من المستحيل بصح كي تكون لونفاس تاع واحد يهضر غير اللغه هذيك تتقنها نورمال اوف تتقنها واش نقول لك تتقنها نورمال شوف ديجا قلت لك تتقنها نورمال علاش نزيد لك نورمال تتقنها عادي عادي جدا نعم هيا اخي سنبدا بتحضير هذه الوصفه اذا عندنا فيرميسيل بلحم العجل والخضروات بسم الله هيا نتكل على الله هيا السعيد هيا اذا عندنا فيرميسيل انا ما نقدرش انا استطيع لا لا, لا 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 تاكل هم لا تاكل هم نعم هيا هيا بسم الله نبداو الوصفة إذا نبدأ الوصفة عندنا هنا حوالي 200 غرام 250 غرام لحم العجل أكثر شحال كم اشتريت السعيد؟ 350 اشتريت 350 غرام ولكن حففته ولا مقبل؟ لقد شاهدتك يعني كي كنت تحفف له مقبل لم أحففه كنت تنقص له ديغريسيتو نعم نزعت له لاغريس إيه والله ديغريسيتو نعم. شاهدتك يا شاهدتني كنت في الكواليس شاهدت كل شيء وي نعم هيا عندنا هنا حوالي 250 غرام لحم البقري بقري بصلة قليل من الخردل قليل من العربية الفصحى قليل من البازيلاء صحيت ثوم فطر باذنجان مقطع مكعبات فلفل أحمر قليل من الزبدة وهنا سكنجبير زنجبيل سكنجبيل معليش مرق وهذا فلفل حار وباللغة تاعنا قرن الغزال قرن الغزال نعم هذا هو بسم الله ونحتاج إلى الفيرميسيل الفيرميسيل باللغة الأجنبية قلوب العربية شعيرات 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 اي ان شاء الله نبداو بهم مالا نبداو بهم جيب الباك جيب الباك بسم الله بس ما تشوف هاك درت لنا لومبيونس بهاد فرغ فرغ هنا في البول نستعملوها كلها فوراها معليش بسم الله انتظر لا 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 يا اخي شفت اخي الموسم معليش عارف دم عارف دم انها هنا انتظر بسم الله سنقوم بماذا؟ سنقوم بتقطيع غلاف بالتقطيع هكذا بسم الله هيا كلهم رانا فرغنا الفيرميسيل
اننا نضيع الفيرميسال داخل الصحن. ايه اعطينا الزيت قليل من الزيت، زيت المائده او زيت الزيت؟ زيت المائده. زيت المائده ديالنا شويه زيت هنا. نعم اون كونتيتي دير ا بري. قول زيت. انتظر 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 قليلا. اذا من المهم جدا هذه هاوي باسكو راح نصوروها هنا لازم. نعم صافي ثلاث مغارف ا بري تاع الزيت سيب. هنا دوك نروحو يعني نخلط جيدا لكي يندمج الزيت مع الشعيرات. أو يتقين يتقين. أو بالأحرى سيشرب الزيت قبل أن نفوره. إيه يعني باش ما يلسقش من بعد. إن هنا حضرنا قدرة وضعنا فيه الماء إنه يغلي. الآن سأنزع الغطاء هكذا. انظروا إلى البخار كيف يتطالع ويتصاعد هنا. يتطالع انظروا معنا. بخار سيمي. بسم الله. كم يتطلب من الوقت خطر؟ 15 دقيقة. عندما نكون عندما نقوم بغليه يستحق 5 دقائق. وي. فقط. ولكن عندما نقوم بالتفوير يستغرق ربع ساعة. ربع ساعة. ايه 15 دقيقة. 15 دقيقة. صحيح نفوره جوج قطرات. سنفوره مرتين. فوالا. هكذا دوك نروحو جوجو اللحم العجل هذا. بسم الله. انتظر اتركني اعمل سعيد. يا الله يا راح يا عمل يا عامل. بسم الله. خذ هل سنقوم ب بدأت هل سنقوم ب ليس بتقطيع بماريني كيف نقول ماريني مسج ها ولا لا انك سترميني على رأسي انت بالتشريب خلط. هل سنقوم بخلط اللحم اولا مع ال على ماذا؟ انتظر مع الخردل هكذا مع الخردل. بسم الله. ماذا راك راح تقوم؟ انك تعرف انني حصلت في هذه الكلمه. بون احنا شوف لا سيريوس علينا. بسم الله. لا 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 سيريوس يعني نهضر بالعربيه واش انا نعاود نغطيها باش تفورنا رابيدمون عشرة. هذاك تيغار قبيه تقدر تهضر قبيه. كمل لهم بالعربيه الفصحى. شوف قول لهم بلي هنا لازم نغطيوها باش تفورنا رابيد. مهم جدا يجب ان نغطي القدر عندما نقوم بالتفوير الفيرميسال لان لكي لا يذهب البخار هكذا سوداء. لازم يجب ان البخار هو الذي سيقوم بطبخ الشعيرات هكذا هكذا صح. هيا روح هنا سنضع قليل من الخردل. وشنو هذا؟ زنجبيل. زنجبيل هذا هو. الزيت الساعد. الملح. فلفل كحل. الزيت. زيت. لكي أمزج. لكي أمزج. أمزج تمزج على روحك. اين امي ذي؟ اين امي ذي؟ مشي التيشيرت زيد قولهم تيشك. الثوم نشعل على المرميطة هكذا. شكون نبداو باللحم والخضروات نديروهم من بعد. نعم يطيب شوية اللحم باش نزيدو نديرو واو واش درنا تو؟ واش درنا تو؟ نقطع الثوم ايه لكي نضيفه الى اللحم
ونبدأ بالقليها. شعلتها على القدر، شعلت على القدر، وضعت الزيت، مازال ستضع بالأحرى قليل من مادة دسمة. هذا مع هذا خليناه مع، ولكن جيد أن تضع قليل من الزبدة ومع الزيت عندما تقلي اللحم، لأن الزبدة نعم المذاق يتغير، و اللون اللون أيضا. صحيح صحيح، شكرا. وهو كذلك يعني لها ما تقلو ما أكسوم استغلو مشطح بوذين أكد شطح من الزيت خطرو ذين يتسكس القوم يعني زيذن يرنو يس لكولر يتعدان أكا الله الله الله. هيا سيدي وخر ثول السنة لا عدا غد خير أرجو ما ساعدك أكي ما أرجو ورد قلسوم خطر من الماثر ذا البصل وشي صار يطلق ويز بارك الله فاقيت وفرتشت ذاكين شتوتير شوب اي معنى خاصك كيقول في غسيد مي الله غالب اش والله غالب كاين شي عباد يا خويا ما نقنعهمش يقولوا لي السعيد السعيد يحبوا بركي يضيقوا لا ولا لا ها اش لا 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 زعفر عليهم نعم بسم الله الله شي غمان السعيد أيوه، أنا نقص برس كثا يير أو يير غير ويدينا ناي أكسوا يير لا الحمد لله الله يا أيو الله نقصروا برك باش يجوز الوقت ساعد لا طول ما كل شوية الحم مليح شعلوا بيها نار قوية وبعد نزيدوا له البصل باش نزيدوا له الخضروات الاخرين نمرقوا دونك راح تحصلوا على اون صوص هذيك لاصوص راح نرافقوا بها لو فيرميسال نعم وهو كذلك نعم وصفه سهله بصح بنينه لا الفيرميسال ما عندناش لا كولتور الفيرميسال نضربوه غير في لاسو هذا ما كان ما نعرفولوش يعني وايد تندار وصفات ميم حلوه درناه ديجا اون سالاد حنايا سالاد ولا حلو كاريمون راح ان شاء الله نديروه اون ديسير خلي خلي زيد شوي هالي زيد اخويا دوكا لازم نشعلو البويوار وي نشعلو نسحقو شويه ما سخون فيه الماء ديجا زيد له الماء نقصروا برك السعيدة اوروزمون نقصروا يجوز الوقت طيب الماكلة ان شاء الله بإذن الله عاودوا فكروا شوية بالوصفة في الدنيا هادية حتى حاجة ما تستحق تزعف كل شيء يجوز تو كلش لم يكونوا المشاكل يجوزوا يكونوا عفاس عيانين يجوزوا صح الإنسان يعيا يتقلق يتو صح كي تطيب وكي تاكل مليح مهم جدا هكا كاين اللي سكي كاين عباد يداويو بالكوزينه صح لا غير صح بون اللي يحبوا الكوزينه وكاين عباد تهبل لهم الكوزينه وكاين عباد ثاني تهبل لهم الكوزينه ما يحبوهاش هذه هي كيما تقدر تكون انت رافي كيما تقدر تكون بون صح صح واش راك تقول بصح كاين اماكن سيت اون ثيرابي كي تكون تخدم في الدار راك وحدك طيب كيما تحب ومنا بصح كي تكون لابريسيون تاعها وراك تعرفها الساعه جوزتها ديجا شي ساعه تكون تخدم في مكان يعني شويه عندك دي ريسبونسابيليتي ولا مهام انت اللي راك حاكم المطعم ولا هذيك ثاني تولي حاجه اخرى صعيبه صعيبه تدخل للدار تدخل للدار من داك الهضره ما تقدرش تهضر كاين بزاف اللي يحسبوها سهله ما كاين والو صح هي واعره جيب لي خليه يطيب شويه خليه غلق عليه يطيب شويه فلفل لا لا زاد شنو جبنا كاع خليه يطيب شويه ما يذوبش حنا الشامبينيون ديالو هنا سعيد يظهر لي بلي هذا نحو التفويره الاولى بلا بحال تشوف
مازال شويه ها هو مازال ربع ساعة عادي كاع ربع سويعة من بعد نزيدو الخضروات هذه وفيرا ميزور مرقو باسكو كاين لاموطاب على بها قلت لك هيا هاك راه زيت الفل فوالا باش يطلق شويه الماء باش يعاونها في الطياب لوط كويسون تاع الفلفل اللي سافا دوني دو لا كولور اي دو غو الخبيط هذا منين جا من عندي زفنجي وخش شادي زفنجي من هذا سنة زفنجي ها طلع قلتك على 2 كيلومتر نوع الله سي الصلفيح تاعك والله اي اللي هو سعيد هو عقل لي ماشي انت انت داير الله شان تشري قرنطيطة ها صعب ولا لا حب قرنطيطة انا الله نحبها ايه شطور جبدك ناكلها خطره في السمانه انا مليح كل خميس نبعد كل خميس انا ماني شوف لبعد انا والو غير قدامي وما نشوفش صح انا كل خميس نضرب قرنطيطة شاك جودي سي ساكري بروتينات تاع سي محمد نيكي ليبري بروتينات فيجيتال عم بتلك غير اللحم حميصة بنينة وش بيك على بالي كربوهيدرات شوف هزرمي بصح ساندويتش واحد ما تزيدش ها بتي ساندويتش باترو صح بون تقلا راهو راه في طور كونكور اه؟ سخن الماء هذاك نديروه هنا من بعد أو ما عمي ماشي هذا المكان لا تسقيو عليه نفرغوا عليها الماء سخون دوكا هكذا كيما راهو داخل المرميطة نعم ماشي توت سويت او سخونة سخون الماء سي بون كي قريب نحيوها داكور ونحاولوا نحطوها هنايا نحلوها مليح نعاودوا نديروها تفور تفور الدوزيام ثم نروحوا نمرقوا دوك لان زنجبيل ملح فلفل كحل برشو نمرقوا بسم الله واي والله باين نخلوها دوك نزيدوا لي ليغوم ديرك لا تجيب الغليه ونديروا لها لي ليغوم هذو اللي بقاو هادو خطر برسك خلاص هادو ما يطلبوش بزاف الوقت هذه طايبه باش يطيبوا دونك هادو ما كي تشرب بيان واش لي شرب لا باش لازم تتريدوها بزاف هكذا تجيب الغليه برك تبدا تغلي الفوميو كي تتريدوها بصح تطول دوك تطول طول ما تطولش هكذا لازم صح ايه نضيف لك الماء سخن وي بسم الله يعني شوفوا الطريقه يعني بعد ما تفوروا فرغ عليها كاع هكذا فرغ عليها وجوز هكذا في الوسط الميليو راه باش تشرب الماء تشرب الماء وميم طون واش يصرى لها زيد تنفخ وتزيد طيب وما تلصقش وي فرغ فرغ فوالا ايوا يحيى اصبر دقيقة برك دقيقة هيا راح تجيبها نقلبها لداخل بسم الله بسم الله نرجع الكسكس علاش بزاف طيب يعني يو دوزيام طفوره دوزيام تاع انا دوك نديروا لها الملح ملح ونزيدوا نرشوها بشويه ما سخونه انا دوك تزيد تعاود ترش لنا شويه ما سخون مابقاناش انا شويه تاع الملح رشها شويه ماشي حاجه شويه برك هاي
بون الزيت فيها ديجا زيت ملح. اه هنا سي امبورطون لازم نخليوها تهوى شويه. دير لها الغطا باش تجيب الغليه. هادو رجعوها تفور تفور سي بون. اه ديرها لا سبارا هو ماشي دوك لا لازم هذه حتى تريح شويه تتنفخ تشرب هذاك الماء. ما مازال عندنا الوقت بلا برك انت تقول لي غاول غاول ربي لي ليغي بابا كي نديروها التفويره دوزيام خلاص نروحو فاصل نكونو درنا لي ليغيوم هذوك. اه فاللي قلت هاي ليك هاي ليك هاك ما روح الله الله عشور جبت الغليه كيما مول فتقول هيا راه دير شامبينيون باذنجان بياض نجال البازيلا هاك وانا نروح ندير لو فيرميسالي زيد تفور تفويره دوزيام لا ما شاء الله معمره بالخضروات هاوي. بعد كي تفور الفيرميسال واش راح ندير سقيها بلا صوص نريكوبيريو شويه من الخضره هذيك داكور بلا لو جو تاعها هذه بعد ما تفور نحيوها نديروا لها شويه زبده ماتير كراس نخلطوا لها هذوك لي ليغوم اللي نحينا منها شغل تولي افورو تاع الفيرميسال تقدر تقول افورو تاع الفيرميسال ونسربيوها مع لاصوص تاع العجل هذيك اكوتي فوالا وانا لا روسيت كيما قال الاخر لا روسيت راه لقطه كاينين روسيت سينيغاليز تشبه لهذه وي ها وي سينيغاليز كيفاش يديروها هكا بالفيرميسال فيرميسال وبلحم العجل بصح ماشي بهذه الطريقه ها ما يديروا لحم الغنم يديروا فلفل يديروا لواحد لاماريناد بالسيلري يرحيوها نديروها هكا شطر ان شاء الله. الله انا خذيت لي دي برك ودرت اللمسه تاعنا فوالا انا نزيدو نخليوها يتفور واحد 10 دقائق غير تتفور الفيرميسال نحيوها نديروا لها شويه زبده اللي بقات هنا المغرفه ونص تاع الزبده اللي بقات لحم العجل راهو يطيب ياخذ واحد 4 ساعه حتى 20 مينوت يزيد يطيبوا لي ليغوم نصفيو شويه من لي ليغوم نخلطوه مع الفيرميسال اللي يطيب وديجا درنا له زبده ونتلاقاو في طاوله التقديم ان شاء الله طاوله التقديم. مرحبا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين كما تابعتم معنا وصلنا الى نهايه الحلقه او بالاحرى تقديم الاطباق الذين حضرناهم بارك الله فيك مع بعض. شكرا مع بعض سعيد تفضل اخي تفضل وما نديت لك بلاستيك معليش على عين ورق لك البلاصه بسم الله. اذا لا نستطيع ان نبدا الاكل لان هناك اشخاص ننتظرهم لم يحضروا بعد. ايه لا اذا كما شفتوا معنا هاوليك كمل بالعربيه الفصحى بصح كمل قلت كل شيء يعني قلت كل شيء. يكمل انت هيا انا ما انا قلت لك ما نقدرش بالعربيه الفصحى قلت لك محال جمله ما نقدرش نركبها جمله لماذا جمله صايبها شوف ما ماشي مولفي معليش اعزائي المشاهدين شفتوا الوصفه لقد شاهدتم الوصفه عاودوها وتاكلوها بالصحه والعافيه ان شاء الله فيرميسال بالخضروات ولحم العجل قوا على خير الى اللقاء في حصص أخرى إن شاء الله إنها لذيذة.